أين الثمود الضالعة؟ أين الأغمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاهرة؟ أين علام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العذرة العادية؟ أين المطاط لقد جابر السلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمن والإيمان؟ أين المنتجات لإزالة الجور والعدوان؟ أين المتخيل أين المتخيل أين المؤمن لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين بعض الله لأمين رأيه؟ أين قاس شوكة المعتدين؟ الله أكبر.